ما ينفعش ان انا اروح الحج ويعني ويحصل عندي كده يعني جدال مع الناس، مناوشات، خصام، لا ده خد السرير بتاعي، لا الاكل لسه ما جاش، لا الاكل مش كويس، نركز في حاجات وكاني تانية رايح غير الحج. للنزهه او للفسحه. الحج يا جماعه رحله بتعودنا وبتدربنا على تغيير منهج الحياه. يعني احنا كل واحد فينا ليه منهج حياه معين، بنقوم من النوم الصبح نلبس هدومنا وناكل الاكل بتاعنا ونشرب ونتوجه الى اعمالنا، مفيش اي مشكله. بتيجي بقى يعني رحله الحج دي بتغير لك كل الامور دي، تقلب لك كل الموازين. يعني انا عايز اسال حضرتك يا دكتور سؤال خارج السياق شويه خالص، بس يعني مناسبه التزام، يعني التزام الاداب في الحج. تشوف حضرتك طبعا هي بتبقى ذكرى عظيمه للانسان، بس بنلاقي كتير جدا دلوقتي استخدام بقى التليفونات بقى سهل، فتلاقينا بنعمل سيشن قدام الكعبه، يعني بيحصل فيه تصوير كتير جدا، الناس طبعا بقى فرحانه، بس هل ده يعني الف به في الحج؟ الف به في الحج، الحج رحله تغيير منهج حياه. منهجي كيف الحياه؟ انك بتاكلي، بتشربي، بتروحي الشغل بتاعك، بتلبسي اللبس بتاعك، تتصوري، مش عارف، كل ده حياتنا الطبيعيه اللي احنا كلنا بنمارسها. لما نروح هناك بقى لازم خلاص الريتم ده كله يتغير. انا رايح الى الله سبحانه وتعالى، مش رايح اتفسح، ولا رايح اتنزه، ولا رايح للترفيه، ولا رايح عشان اتصور واعمل سيشن قدام الكعبه وقدام القبر النبوي. كل دي الامور بتنقص من اجر الحج ومن استحضار القلب. لان احنا قلنا الحج ليه ظاهر وليه باطن. صح. الظاهر لازم يتعمل صح، والباطن يعني باختصار بقى، وده كله هنبقى نشرحه بالتفصيل ان شاء الله من خلال المناسك كلها إن شاء الله. لكن باختصار البواطن في الحج بترتكز على ايه؟ بترتكز على ان الانسان في هذه الرحله المباركه دايما يعلق قلبه بربنا، ويستشعر وجود ربنا، ويستشعر عظمه وجلال الله سبحانه وتعالى في بيته، ده بيت ربنا. يعني هتروح فين تاني؟ عايز تروح فين تاني عشان تستشعر الحلاوه وتستشعر الجلال وتستشعر الجمال الالهي؟ هنوديك فين تاني؟ فما ينفعش تروح في المكان الطاهر المبارك ده وانت بنفس السيستم بتاعك اللي بتعمله في بلدك او في بيتك، انك انت كثير الكلام، انك انت كثير الجدال، كثير الخصام، تكلم الفاظ مش كويسه، شاغل نفسك بالتليفون، شاغل نفسك بالصور. لا، وفي ناس بتروح تدعي على ناس على فكره. كل ده هنتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله. الاعجب ان احنا لما نزور سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من بركات ونفحات وهدايا رحله الحج ان احنا بنروح نزور سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وزياره سيدنا النبي لا تستغرق دقائق عشان الزحام اللي هناك، فيدوبك احنا بندخل يعني كده في حضور واستحضار وادب جم مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستغرق دقيقة أو دقيقتين. ومع ذلك بنلاقي بعض الناس طلعت تليفون وعمالة تتصور سيلفي وعمالة تكلم ناس قريبة هنا. أنت في 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 موقف جلال، في موقف هيبة، في موقف عظمة، في موقف جمال مش هيتكرر كتير. بالزبط. استغل كل ثانية في تواجدك مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما تشغلش دماغك بأي حد. عشان كده هي رحلة تغيير منهج حياة، ما ينفعش أن أنا أروح هناك بنفس السيستم ونفس المنهج اللي أنا عايش فيه.